فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي مع ضيفنا اليوم شاكر رقيع العودة. رحب بك من جديد شاكر. وصلنا منذ قليل تجربتك في ترجي شاكر. كيف جاي كونتاكت من ترجي وقتها في جرجيس؟ انت كيفاش كلموك؟ ما كلموني عن طريق الوكيل بتاعي حمزة. كلموني وخممتش برشا ومشيت مع الاسبيرانس خاطر اي ملاعب في تونس يتمنى يلعب في ترجي. ما حكيتوش فلوس ديريكت؟ لا حكينا فلوس وطلبت مستحقات اللي ترضيني ومشيت عملت عام باهي برشا وكنت نجم نبقى. ما خيرت نمشي نلعب في حبيت نخرج من تونس. اي مشيت للكويت عملت عام. تمشي للكويت في الترجي كما نقولوا ديما عندك حتى قلت لك بعدك سقيتك التيكيت نتاع كلوبيست لبست مايو الترجي غادي. كيفاش معناتها كيفاش قبلوك في البارك في البارك بي؟ انا شفت كان خير في الاسبيرانس وجمعيه كبيره برشا. لازم واحد يلعب في الاسبيرانس ولا يعيش في الاسبيرانس باش يعرف الجمعيه هذه شنو هي في تونس. دونك عملت عام به عملت عام علاقتي به برئيس النادي بالاعضاء كل اصحابي اللي ملعبين اليوم. كان الموسم بالنسبه لي انا ناجح ومعنا بلغتنا تحفون برشا. ناجح مش برشا ناجح راه مش بالضروره لعب كوره. لازم تلعب كوره برشا ماتشات وتخرج مكروه وتخرج طريقه. ناجح ايش معناها؟ ناجح معناها خذيت راحتك وخذيت قدرك فيه. باش نحكي كنت تقدر تاخذ قدرك بالكدا و مش مزيه تاخذ قدرك معناها. لا مش مزيه صحيح. ناجح النجاح بالبونتويت بالماتشويت بالاهداف بالتيتل هذا النجاح في ترجي ولا لا؟ انا حكيت لكش كوره. حكيت لك معناها عام علاقتي به باهي مع الناس الكل مع رئيس الجمعيه علاقتي به برشا حتى كي نرجع معناتها الناس تفرح بيك فهمتني. اما نحكي لك مثلا هاو في الكلوب لعبت برشا لعبت عام كامل لعبت ما خرجتش بالطريقه اللي ترضيني فهمت. معناها اش معناها ترضيني؟ معناها خرجت بطريقه مثلا تستحق تبقى وخرجت. في الاسبيرونس لا الاسبيرونس حتى بعد مشيت للكويت معناها يجي مرحبا تحب ترجع دار دارك. علاش رياضيا ما نجحتش؟ ما نعرفش شو تدير. المدرب سي عمار خذا الشوا بتاع حسين وكوليبالي نحترم الشوا هذاك وانا حكيت لك بكري معناها راني مانيش كاريري كل ما شديتش البنك كاريري كامل توا 13 سنة سينيور عملت عام برك في الاسبيرونس ديت بنك هاو سينو ديما نلعب. كان فما وضع لي وقتها كوليبالي وغيلان وحسين هو ده. حسين وحسين وكوليبالي تيتيلير وانا وغيلان كل مرة واحد نتنافس على شكون تروازيام فهمت. تروازيام معناها ديما اللي يدخل ولا ديما اللي يغيب واحد يلعب. لعبت انا الماتشات اللي لعبتهم كانوا باهيين. لعبت 10 مقابلات كهو لعبت 10 تيتيلير والاخرين رومبلاسون ندخل ولا جرادا. بعد كاو حتى حكيت مع سي عمار في خلال الموسم حكيت له على اساس نحب نلعب السيزون الجديد نحب نلعب. ما حسيت اني مش نلعب خاطر جاي فرجاني فهمت. جاي فرجاني وعملت وقت مع بعضنا حكيت شهر ونص في تبرقه عملنا ستاج. حسيت روحي مش نلعب كوليبالي وحسين وفرجاني وغيلان ما عرفت روحي مش نلعب مشيت على روحي. وبورتون راهو اسبيرونس معناتها اقترحوا علي كان نحب نبقى هاك موجود وتلعب معنا وقت تستحقوك موجود. اما انا ما حبيتش روحي نكون تروازيام كاتريم ما حبيتش. انا مشيت خاطر انا نحب نلعب ديما ديما نحب نلعب كل يوم نحب ديما تيتيلير وديما كي ما نلعبش هكا نحس القوة تاع الكره تاعي. في ستاج ما حسيتش روحك في مخ عمر السوايح معناها ظاهر معمل على البقيه؟ لا هو تو جايبين فرجاني معناتها تبارك الله معناها برشا فلوس برشا فلوس مش شد البنك دونك هذا باهي الخايب شلع ويستحق بالطبيعة. حسين كيف كيف معناها كابيتان وفاليرسي يستحق قبلك؟ لا لا يستحق باش يلعب كي جاي معناها مش لا يبي له يشد البنك ما كاينش مقارنة بيانا. لا انا ديما شوف روحي نحب نلعب. حسين وكوليبالي وهو جاي باش يلعب دونك هكا نمشي عاد نشوف. انت كي جيت ما كانش عمار كان انيغو. اي انيغو زاد يحبني على الاخر ولعبت عنده لعبت شويه مع انيغو. لا لعبت برشا معاه ماتشات كل تيتيلير مع انيغو. اما الفريق ما كانش ماشي وقتها ما نجحش الفريق. طبيعي فاز ترانزيسيون طبيعي عادي رغم اللي اسمه زاد ليكيب ما ركحتش فهمتني. ليكيب مازال ما ركحتش جاي من نويم وقتها. اي جاي من مارسي شوف خرج الديناسيون تاع دراجي ومساكني افول ويانيك واحد سي نورمال معناها الجيناسيون اللي بعدها مش اخذ شويه وقت. ديجا من 2015
ليسبيرونس راك حتى 2018 مشات للشامبيونز ليغ وولات كيب سوليد. دونك لازمك شويه وقت فهمت. مشكلتنا في تونس ما نصبروش فهمت. تو انا سي عمار وقتها راهو علاقتي به باهيه، ما نلعبش عنده اما نحبه يحبني وعلاقتي به باهيه. معناها ما انا ما نقيمش العباد على كان لعبت راني هو مدرب باهي وكان ما لعبتش راهو خايب. بالعكس انا ما لعبتش عند سي عمار ونحبه على الاخر. فهمت. مشيت قلت له ما نحبش نقعد على البنكه. لا حكيت معاه انا قلت له سي عمار نحب نحكي معاك في الموضوع. انا يا اخي باش نلعب معناها اسكو باش ناخذ طونجي ولا راه مش بالضروره طونجي راهو يكون انا التيتولير ديما. اي معناها ديما في حساباتك. اعطيني فرص اعطيني وقتي. لا اسمع في الاسلام راهو في الجمعيات الكبار ما صبروش ما فماش فرص. انت تقلع الفرصه بتاعك. وانا قابل كونكيرونس فهمت. لكن عندي هيك شويه واقعيه اللي تحس روحك ماكش باش تاخذ طونجي تفهم الطبيعه. انا جيت 28 سنه من صغير كما كي مشيت لو فليو كنت صغير ما فما حاجات ما زلت مانيش ناضج فيهم انا نفهمهمش. راه مش بالسهل باش نجي انا من الجنوب معناها نحكي شو من الجنوب معناها نحكي في بلاد عاصمه تراديسيون اخرى وتقاليد اخرى وعيشه اخرى وحركه برشا ماهيش سهله ماهيش سهله مع طبيعتي اللي انا نحب هكا كل شيء يكون بروفيسيونيل وكل شيء يكون واقعي وما فماش خلفيات ما في الكليب بختك كنت تجديد مش فاهمها. ما كي جيت لاسبيرونس لا سي بون لاسبيرونس ملقح وعارف روح ايش نعمل ايش ما نعملش. لكن ما كي حكيت مع سي عمار ما شفتش هو راهو الحقيقه. اقترح علي نبقى خليك موجود معانا تونس تحقوق تلعب. انا خويا طبيعي باهي ولا خايبه زي مضايخ لكن انا نحب ديما نلعب. انا كي نمشي نترينا ونروح روم بلاصون راني نبدا هابل في مخي كيفاش ما نلعبش مع احتراماتي للناس اللي تلعب في نفس البوست. ايوا لو انا تعرف اكثر مني هذيك الكوره معناها فما لاعبين اساسيين فما لاعبين احتياطيين فما لاعبين يدخلوا وسط اللعبه يقلبوا اللعبه هذيك اللعبه. شوف ما فماش بيفو يدخل يقلب الطرح فما جوسي ما نعرفش اتاكون يدخل يجيب الطرح. مي بيفو انا 13 سنه سنيور عملت عام برك. انت ماكش بيفو ريليير. اي كمان معناها فماش ريليير يدخل ديما ورقه رابحه ولا حاجه. انا 13 سنه كيما حكيت لك اسلام راني عملت عام برك لسبيروس بناك راني ما فيها حاجه. 13 عام تلعب ديما تيتولير عندي كتابه زاد عند مدربين الكل. ما تحكيش معايا. لا انا ترينت عند 28 اونتورنير ما خدتش حتى واحد فيهم بناك. كان عمار السويح. ايه كان عمار سويح مش خاطر هو ما مش مقتنع بيا. ليه خاطر فما وقتها هو راد بكواليتي معايا كما حكيت لك. معناها جا فرجاني وجا كوليبالي وحسين وغيلان تبارك الله ونحكي لك معناها راهو ملاعبيه كبار برشا. دونك ما لعبتش نخرج حتى مهما يكون الملاعبي. معناها كي تجيب ما نعرفش شكون ما نعرفش باش نلعب نمشي على روحي. مشيت الكويت. ايه مشيت الكويت عملت عام. مشيت بتيست يا اخي. لا خاطر قريت كانه في تركيا. مشيت عملت تيست في تركيا ولا حاجه هكا. لا زعما دخلتها تركيا اصلا. مشيت بعثوا لي كونترا على الواتساب لهنا ساعات. خاطر استغربت معناتها ملاعب من اسبيرونس باش يمشي لكازما في الكويت يمشي بتيست. خويا عطاوني اوفر كبير وبعثوه لي تونس كل عقد صححته هنا ومشيت معناها بظروف ممتازه برشا وحسيت روحي باش نلعب وحبيت نخرج نعمل اكسبيرونس جديده. وليت وقتها نشوف الكرة في تونس وليت في الكيف كيف الكرة تنحالي في تونس. وليت وسكرته باب تونس هذا سكرته. كان مشيت على روحي الكويت وعملت عام باهي وحبوا جدوا معايا. اخي مشيت السعوديه خدت السعوديه عندها اسم في الكرة اكثر. صحيح اخي تحصل لعب في بطوله الكويت وقتها ولا احسن هدف. احسن هدف. اي احسن هدف. لعب في الكلوب وفي ديسبيرونس شيكو زوج جمعيات كبار شنو الفرق بيناتهم؟ بون كوتي بيبليك ما تحكيش راهو زوز معناتها عندهم بيبليك معناها تبارك الله. مي ممكن لاسبيرونس خير في النظام معناتها لاسبيرونس اكثر نظام يعرفوا شو يعملوا بريك دي فهمت. الكليب اللي نشوف فيه انا حتى بعد ما خرجت ياسر الناس تتاكي في بعضها في الكواليس. اذا كان انا مانيش في الكوميتا معناها نضر الناس اللي تخدم ليسبيرونس. ها هو من وقتاش من شد حمدي المد برئيس ليسبيرونس وهذا حمدي المد برياض بنور يحكم الكلوب. لا الناس الكل تحكم وليسبيرونس هذاك علاش ناجح. زوز من الناس يحكموا يعرفوا شو يعملوا وعندهم الكفاءة اللازمة والاكسبيرونس اللازمة يسيروا في جمعية كبيرة وماشية وناجحة وتتري ومهم. بس الكلوب بيبليك يلعب بيبليك فريمون. انا جامي في معناتها بيبليك الكلوب راهو حاجة
حاجه تدوخ معناها الحقيقه بيبليك تاع الكلوب جامي في. لكن مشكلتهم خويا الاداره ورؤساء النوادي يتكوا في بعضهم. وهاك شفت انت ونصت الكلوب على خاطر الكواليس نحكي لك عليها مي كوتي جوارات وبيبليك معناها ما الكبير كبير. شاكر قبيلك قلت لي تبدلت شويه كي جيت من الجنوب، نجم نقول ما دخلتش في الكلوب في الاسبيرونس كيف كيف، ما دخلتش بالباهي في الجروب خاطر انت طبيعتك شويه حشام شويه هكا جاب لي روحك شويه ولا كي حكيت لك جيت من الجنوب معناها راهو ما نحكيلكش معناها حاجه هكا معناها هذه عيشه وهذه عيشه، لا نحكي لك معناها شوف تومبيرامون بتاعي ما ركبش ديريكت على العيشه هنا، العباد هنا راهو ما ركبوش على بعضهم ديريكت، لازم شويه وقت. كي جيت الاسبيرونس كانت معناتها عباره في داري فهمت دخلت في الجو مع العباد دخلت في الجو صحيح عاد واحد ما يغلطش مرتين ومع الكلوب كان فما شويه هكا بعيد شويه. انا جيت حشام هكا وصغير معناتها من قردين وكل شيء دونك سي نورمال معناها البارود الاولى ماكش باش وهنا في الكلوب راهو جماعات كبار ما صبرش عليك سي نورمال ومن حقهم. مي كرويا في التيران ما نعرف حد راهو انا برا حشام وكل شيء كله المعناها متربي وكل شيء مي في التيران ما نعرف حد بابا ما نعرفوش ترى نخدم على روحي وما نخافش ونلعب فينال ونلعب ما نعرف شنو ديما بالعكس نبدا توب معناها فرحان وموتيفي ديما. باهي بعد شوي نحكيو ايضا على علاقتك بالمنتخب بقيت تجاربك. فاصل موسيقى بعد شوي وليد يجيكم في فلاش بوس ومكملين حتى لما تفانس.